私が来た。السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جايز، كيف الأخبار؟ عاملين إيه؟ الحمد لله وشكر لله، أتمنى تكونوا بألف خير وبألف عافية. اليوم جينا علشان نتكلم على كيفية تحميل وان بيس فايتين باس، يعني أسهل طريقة تقدر تعمل بها يعني تحميل للجيم اللي الناس كتير تسأل ياسمي ميزا كيف تعمل يعني تحميل لوان بيس فايتين باس وكيف نلعب وان بيس وين بيس فايتين باس بطريقه سهله بدون اي دي وكذا حاجات. سو هذه راح اورجيكم اسهل طريقه في هذه البلاتفورم، يعني بلاتفورم سهله جدا في يعني في جميع الالعاب وخاصه الناس اللي عايزه تلعب وان بيس فايتين باس. للحين هذا هو الويب سايت بتاعنا، يعني ويب سايت تاع البلاتفورم صينيه، يعني ممكن تعمل فيها يعني شحن، ممكن تعمل فيها يعني فيها موجود فيها في بي ان بس مش كتير حلو. سو راح اورجيكم يعني كل الحاجات اللي فيها. للحين راح نعمل داونلود للاندرويد، هذا هو الويب سايت يعني لدخول ان التصفح نتاعهم، وبعد كده يخرج لك الداونلود يعني الابي كام نتاعهم وتحمله، بعدين بتحمله يعني راح اورجيكم هذه الفيرسون نتاع البي سي يعني تاع المحاكي. سو كده بنحطه في المحاكي نتاعنا، او اذا عندك الهاتف محمول بتحمله على طول في الهاتف المحمول. نفس الشيء يعني اللي بعمله في يعني في المحاكي بعمله في يعني في الهاتف المحمول. سو تدخل الى التطبيق، التطبيق مرة سهل ما تلقى ولا صعوبة ولا حاجة. سو تدخل الى التطبيق، تحاولوا تعملوا اول شيء يعني الاكونت متاعكم، تدخلوا الى هنا مي، بعدين بتعملوا لوجين. هنا لازم تعملوا يعني الاكونت متاعكم، تحاولوا تخشوا على الاكونت متاعكم، لازم تعملوا ايميل، اي ايميل يعني جيميل متاعكم، الهوت ميل متاعكم، اي شيء. سو راح نستعمل الايميل بتاعنا، نعمل الجيميل بتاعنا، بعدين تعمل جيت كود، بيرسل لك اليك يعني كود في الايميل بتاعك، بتدخل الى الايميل بتاعك وتاخذ الكود، بيجيك بسرعه يعني من البلاتفورم بتاعه. ناخذ الكود، اسف خلص الكود يعني تعمل كوبي باست، بتدخل الكود بتاعكم في الكاباتشا اللي بيطلبونه، بعدين بتدخلوا على الاكونت بتاعكم على طول. وبعدين اذا عايزين يعني تتكلموا مع السبورت بتاعهم، تدخلوا الى هنا السبورت بتاع البلاتفورم، ترسل لهم اي شيء عايزين، يعني نسيتوا حسابكم بس للحين هذه طريقه ما تقدروا يعني يمشي لكم الحساب بتاعكم ولا شيء. سو الحساب بيبقى معكم على طول، سو ما تفقدوا ولا حساب ولا حاجة. يعني الحاجة الوحيدة اللي لازمكم تاخدوها هي الجيميل، جيميل لازم تبقوا محتفظين به علشان تبقوا محتفظين بالأكاونت متاعكم تاع لهذا البلاتفورم اللي اسمها سيفر جيمز. سو هذا كل شيء هنا، هنا هذا كل شيء. الحين راح نمشي الى الجيم وراح نخش على هنا كما تشوفون وان بيس فايتين باث، الناس بتعمل عليها سيرش كثير وهي اللعبة اللي يعني اللي بلعبها في في اليوتيوب متاعي يعني في الشانيل متاعي، تعمل وان بيس فايتين باث او تعمل سيرش هنا وان بيس فايتين باث، تقبل وان بيس فايتين باث وبتخرج لك، تعمل سيرش بتطلع لك اول وحدة، تعمل داونلود وتستنى لما ينتهي الداونلود. راح نرجع الى الجيم بعد تحميلها وكذا يكون انتهى الداونلود متاعنا والتحميل متاعنا. ندخل وتعمل انستول، نفس الشيء بتعملها في الموبايل، بتخلي الـ يعني الـ الجيم بتتحمل او بتعمل يعني نصب في الـ في الهاتف متاعك او المحاكي كما تشوفون هنا، يعني رمز البلاتفورم مع اللعبة.
ما تشوفون اللعبة وصلت إلى وانو كوني، يعني الشخصيات اللي في وانو كتير حلوة. وللحين لسنا كايدو لسه ما نزل، لسه كتير شخصيات ما نزل، وكذلك الجير 5 كذلك. هنا للحين في داونلود متاع 1 جيجا، يعني لازم تستنى على ما تتحمل ال 1 جيجا، وبعدين بتخش على الحساب، وبعدين بيعطوك تحميل تاع اللعبة مرة أخرى. سو راح نستنى ونرجع بعدين كده، يكون خلص أول يعني داونلود متاعنا، تحميل الأول يعني تاع اللعبة من داخل اللعبة. سو نستنى استنى كذا كمان. الحين راح نخش على البلاتفورم على طول، تدخل الانفورميشن بتاعك، الايميل، الايميل والباسورد او الايميل بس، ويرسل لك نفس الحاجة الكود عبر الايميل، تدخله يعني في البلاتفورم، وبعدين تدخل اللعبة يعني بسهولة جدا، ولا اي دي ولا حاجة، بس تطلب يعني اسهل طريقة ممكن تلعب بيها ون بيس فايتين باث. كما تشوفون وانو حلو كتير. اوكي الحين بندخل، تدخل على تكبس على هذا الزر، بتكبس على الزر الاخضر، بعدين بيعطوك هذا المسج ستورج بيرميشن، بتعمل الو، نستنى عشان يطلع لنا البلاتفورم تاعهم، بعدين نعمل الانفورميشن بتاعنا. كما تشوفون كده بتشوفون الاكونت، يعني الاكونت بيدخل على طول لان عملنا الاكونت في البلاتفورم تاعهم، يعني في الابلكيشن تاعهم، علشان كده بيدخلنا على طول. سو كما تشوفون هنا تعملوا لاست لوجن، تعمل لاست لوجن هنا بعد الجيفتات متاعهم، يعني الستار متاعهم، في موجود ترانزليشن موجودة كده بتساعدكم. كما تشوفون راح اكبس على ترانزليت، وراح تشوفون يعني بتعمل سكرين وفي نفس الوقت ترانزليت. كما تشوفون ما راح تلقوا ولا صعوبة من ناحية الاي دي، من ناحية ترانزليشن، يعني سهلة كتير جدا. سو راح ممكن يعني تحذفها، او ممكن تخليها جانبا وتعمل اكس هنا، تختار السيرفر بتاعك، من الأحسن تاخد سيرفر جديد وتدخل إلى اللعبة، وكده بتخليك يعني بتستنى الداونلود الأخير أو التحميل الأخير تاع اللعبة عشان تخش على طول في اللعبة. كما تشوفون راح نستنى كذلك هذا الداونلود، ونكون وراح أورجيكم يعني التصفح تاع اللعبة، وبعدين بيكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. راح نستنى ونرجع كمان بعد انتهاء التحميل. وكذا يكون يعني اول دخول اللعبة. كما تشوفون ندخل، كما تشوفون كذا انتهى التحميل الثاني تاع اللعبة. تعمل الاسم تاعك، كما تشوفون ما موجود ولا اي دي ولا صعوبة ولا حاجة في الجيم، هل بلاتفورم في العالم. تعمل اوكي، بتدخل بعدين هذه القصة، نعمل سكيب. نستنى دخول اللعبة. انيل صار لي مود ده ما شفت انيل لا في الجيم ولا في الانمي ولا في المانجا. كده تفصلون الى هنا، بتعملوا سكيب. كما شفتوا هذه هي اللعبة، سهل جدا طريقة اللعب وطريقة التحميل، ما راح تلقاو ولا صعوبة لا في اللانجويج متاع اللعبة، يعني في اللغة متاعها، لا في الداونلود متاعها، لا في دخولها، يعني في السكيورتي متاعها، ممكن نربطها بالفون بالايميل كده، حاجات كتير حاجات. هذا هو الفيديو متاعنا، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا لايك فولو وكومنتات، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم.